ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج الاستهانة بالزوجة، فمن الأزواج من يستهين كثيراً بزوجته فلا يراها إلا هملاً مضاعاً أو لقياً مزدراً تدروه الرياح، فلا يعتد بكلامها ولا يستشيرها في أي شيء من أمره ولا يأخذ برأيها إن هي أشارت، وربما احتج على سوء فعله بأن القوامة للرجل وبأن المرأة ناقصة عقل ودين. ومن صور الاستهانة بالزوجة أن يحقرها بين أبنائها وأن يصفها بالخرق وسوء التدبير وضعف العقل والجهل بأساليب التربية. ومن صور الاستهانة بالزوجة ذم أهلها أمامها سواء كانوا والديها أو إخوانها أو أعمامها أو غيرهم من أقاربها، فترى بعض الأزواج يزري بهم ويذمهم لخطأ وقع من بعضهم، وربما ذمهم بما هم منه براء إلى غير ذلك من صور الاستهانة. وهذا المسلك خطأ كبير، فالمرأة إنسان مكرم لها عقل ولها رأي ولها مكانة، بل إن كثيراً من عقليات النساء لتفوق بعض الرجال بحصافة رأيها وحسن تدبيرها. قال أبو الطيب: وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، ولا يغب عن بالنا ما كان من أمر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في قصة الحديبية، وذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، رواه البخاري. فانظر إلى حصافة رأي أم سلمة رضي الله عنها، وانظر إلى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها. فالزوج العاقل الكريم يعنى بزوجته ويرفع من قدرها ويستشيرها في بعض الأمور سواء في حياته العامة أو فيما يخص المنزل من أثاث ونحوه، ولا يلزم من ذلك أن يأخذ بكل ما تبديه. ثم إن المروءة والدين يقضيان بألا يسيء الزوج إلى أهل زوجته بذم، لأن ذلك يؤذيها، وإن من إكرامها إكرام أهلها، وإن من أيسر حقوقهم عليك أيها الزوج أن تحفظ الذمامة وألا تنسى المعروف، فلقد أحسنوا بك الظن وأودعوك في لذة أكبادهم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فذم أهل الزوجة نكران للجميل وجحود للفضل، وإن كان هناك من عيب أو نقص في بعض الأهل فالواجب يقضي بالمبادرة إلى النصح والتصحيح بدلاً من الثلب والتجريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى،
إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعود. استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه.